شركة مع بعضنا، شارك هيك كثير كلها تشارك مع بعضنا. وأنا محضر الكلمة جورج حكي اللي أنا بدي أحكيه في أزمة الضيق. يقول بمزمور 10:1، مزمور 10:1، داود كان عم يقطع ضيقة صعبة والضيقات عمرها ما بتخلص. يعني لما نحط براسنا الضيقات عمرها ما بتخلص، على طول في مواسم وفصول بحياتنا. ولكن نحن كمان بنتذكره مرة حكينا عن النفس، والنفس كده تأثر بالضيقات والضغوطات. بقول لماذا يا رب، لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختفي في أزمات الضيق يا رب؟ وهذا السؤال يمكن نسأله مرات، يا رب وينك؟ يا رب ليه بتختفي بهذا الوقت الصعب؟ كنيستك مانية اليوم، كنيستك سكرت، كنيسة ما في اجتماع، كنيسة العالم تعبانة مضغوطة، يا رب أشغال ما في، محلات مسكرة، مثل ما كان يقول جورج مرات نص معاش، مرات ما في معاش، ما في أشغال، يعني ضيقة من كل الميلات. ونشوف داود كان عم بيعبر، والرب بدينا نعبر، تعرف الرب بدينا نعبر، الرب بدينا نكون هيك، قال هلما نتحاجج، هلما نتحاجج. طب تحكي لي بدل ما تلومني، تحكي معي. هلما نتحاجج تحكي معي، والرب صدقوني الرب بيفهم مشاعرنا، الرب بيفهم ضيقات، الرب بيفهم لما احنا بنكون مضغوطين وتعبانين وبنفشفش انا والرب، صدقوني يعني اوسع من صدر الرب ما فيه. ولكن هذه منا حقيقة الرب. الرب ابدا لا يختفي، الرب ابدا لا يتركنا في الضيق، الرب ابدا. نحن بنكون شايفين الضيق ومركزين على الضيق ومركزين على المشاكل ومبطل نشوف الرب. ولكن لما نشوف دوله هذه الكلمات ما هي بتعلمنا انه الرب بده يسمع، الرب بده يسمع صلواتنا، والرب مرات بيسمح بالامور اللي عم نطلع فيها لانه الرب بده يستخدمنا يا جماعه. بتقول بكلمه الرب ارميا، ارميا اصحاح 30:1-9، فهذا هو الكلام الذي تكلم به الرب عن إسرائيل وعن يهوذا، لأنه هكذا يقال الرب: صوت ارتعاد سمعنا، خوف ولا سلام، اسألوا وانظروا إن كان ذكرا يضع. لماذا أرى كل رجل يداه على حقويه كمخاض وتحول كل وجه إلى صفرة؟ لأن ذلك اليوم عظيم وليس مثله، وهو وقت ضيق على يعقوب. انه وقت ديك انا عم اطلع ارمي، قال شفت الرجال واقفين وحاطين ايديهم هيك وعاملين هم وعم بنفخوا وجههم اصفر مضغوطين، بقول يا رب في وقت ديك مش طبيعي يا رب على يعقوب. يعقوب هي المدينه اللي هي شعب الله، في وقت ديك عم يعبر فيه شعب الرب. ولكن ما بيوقف هون، بيكمل في ارمي وبيحكي عن الضيقه وبيحكي عن صلاح الرب، بيحكي عن عمل الرب. في هيدي الضيقه كون عندك ثقة أنه الله بده يستخدمنا استخدامات غير عادية لانتشار ملكوت الله. بيقول ولكنه سيخلص منه، هذه الضيقة سنخلص منها كشعب الرب. نحن عم نقطع فيها لكن سنخلص منها، ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود: إني أكسر نيره عن عنقك. رب يكسر نير هذه الضيقة، يكسر نير كورونا، رب يكسر نير الضرر والفرق العملي عن عنقك، والرب يحررك لأنه أنت ابن الرب، والرب يقدر يتعامل معك. لكن الرب يسمح أن تتقطع بضيقة لأنه الرب عم يدربك على أمور جديدة، الرب عم يدربك على حياة جديدة، الرب عم يدربك على اختبارات جديدة، لأنه في هيدي الأزمة اللي أنت حس فيها أنه وينك يا رب، هيدي الأزمة اللي أكثر وقت رح تختبر فيها الرب. ولكن بدك تبلش بردة فعل سلبية، مثل لما الأهل بقصصوا أولادهم، اول فتره بتطلع منهم انتم بتكرهوني، انتم ما بتحبوني، بس بعد فتره بقول واو منيح اللي قصصوني لانه تعلمت الدرس، لو ما قصصوني كنت اقدر ابقى بيتي. صح؟ ونفس الشيء الرب، الرب اذا نحن بنتعامل مع اولادنا بالعدل والحب والاستقامه، كيف الله اللي هو اله كل عدل وكل حب وكل استقامه. ويكون في ذلك اليوم يقول رب جلود: إني أكسر نيره عن عنقك وأقطع ربطك. رب يقطع ربطك، رب يقطع كل قيود خوف، كل قيود تعب، كل قيود مادية، كل قيود قلق، كل قيود الرب كان يبيس عم يقايدها فيها بعد الفترة. طب كان نطير حتى قبل الدقيقة، كان يبيس عم يقايدنا، عم يقايدنا بكسل، عم يقايدنا كما يكون عم نصلي، عم يقايدنا بعدم إيمان، عم يقايدنا لما نشوف البركة. يبا في اشخاص كانت هيك مثل حاطين غشيم لانه شغل ماشي وكل شيء ماشي، لكن لما عم بتشوف البركه عم بتنق،
هلا صار يعرفوا القيمه، قيمه الوقت وقيمه المكان. في مصاري مثل مكان الضرر مثل المي بدل الناس، وكل ضروري ينموا، وخاصه المؤمنين. ورب بده يفتح عيوننا، يفتح بصيرتنا، يكسر هذا القيد باسم يسوع، حطنا في قيمه الوقت، قيمه الكنيسه، قيمه الخدمه، قيمه ابونا السماوي، قيمه المصاري اللي بنستخدمها بالمكان الصح، قيمه الوضع اللي نحن فيه، قيمه كيف نحن حتى بدا وقت نعرف قيمه الصحه اللي الرب اعطانا اياها. رب سيكسر هذا القيد. واقطع ربطك ولا يستعبده بعض الغرباء، بل يخدمون الرب الههم. هيدا الفتره كون مستعد انه الرب يريد ان يستخدمك يا هارون كي تخدم الرب الاله. مش مهم شو حسس، مش مهم شو عم تقطع فيه، عرف انه هيدا الوقت الرب بده يحرك ويطلعك يحطك بمكان جديد ان تخدم الرب الهك. وهو يريد أن أقيمه ويريد أن أقيم لهم، يعني الرب بده يقيمنا كشعب لداود، كشعب يسوع المسيح. لازم نفهم هذه الدقيقة نستفيد منها يا جماعة، الوقت اللي عم نقطع فيه نستفيد منه كيف نكون احنا عم نتبارك من يد الله شخصيا. نسمح للرب يكون عم يقطع كل نير كل قيد عن حياتنا. بتقول كلمة الرب، اسمعي معي مظبوط، بيوحنا 16:21، يوحنا 16:21، المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولدت إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم. يسوع كيف بيعلم أنه الإمرأة الحامل بتجي الساعة ولدت تحكون تقطع بديها لو رح تتذكر أنه في ألم، ولكن بعد ما تولد تنسى الألم تبعها وتفرح أنه صار عندها بيبي يشعر على الحياة، رح ما عندها إنسان عم تهتم فيه. ونفس الشيء أنا سأعطيكم فرح، بدي أنا عم أقطع فيها هذه التمخض، كما ترى بقول تمخض، عم نتمخض أنه ربي ولدنا من جديد تكون ولادة جديدة في المسيح، حتى يرينا طرق جديدة وسبل جديدة وبركات جديدة وتعاملات جديدة. اوعى تفكر انه الله بالشيفك، اوعى تفكر انه الله بعيد عنك، اوعى تفكر انه الله مش موجود، اوعى تخلي شيء يسلب بصرك ويسلب حواسك بهذا الوقت، لانه هدف ابليس يستخدم هذه الدقات ليسرق بصرك وحواسك وتحس بحضور الله ويقول يا رب وينك؟ لا يا رب انت منك موجود، لكن الله موجود، انت مش موجود، انت المغيب، انت مش شايف الرب، انت مش عيونك على الرب، انت عم تصدق الاشياء عم تصير، ايه بدها تصير اشياء، وامتى ما صارت، امتى بالتاريخ البشري ما كان في اوجه، خبروني. امتى ما كان في اقتصاديه، امتى ما كان في جوع، نحن بالوقت اللي فيه بدنا نقارنه بالامور اللي قطعت بالتاريخ، بكل القصص اللي قطعت بالتاريخ، الاوبئه والامراض اللي اجت اعنف بكثير بكثير بكثير، حتى كنت عم بقرا عن مرض اللي اجى ان كان بالطاعون او قبله حصد فوق الملايين بنهار واحد، ملايين كانت عم تموت ملايين. اليوم بتقري العالم بيقول لك قبله ماتوا بالجريب اكثر من ماتوا بكورونا، اللي ماتوا من اي مرض ثاني بملاريا ماتوا اكثر من ماتوا بكورونا، لكن ماتوا الحوادث اليوم عندنا شباب بالسيارات اكثر من اللي ماتوا بكورونا. لكن باسم استخدم الاعلان ليخوفنا، ايه في دقيقه مضبوط في دقيقه، ولكن بهيدا الدقيقه الرب سيكسر هيدا النير باسم يسوع، نير الخوف، نير القلق، نير عدم الايمان، رب يفتح بصيرتنا ونكون انت بهذا الوقت انت عم تقطع في هذا الزمن هذا التمخض، الرب يعطيك فرح، لاني ساتي اليكم واعطيكم فرح لا ينزع منكم. ما تختبر الفرح وتعرف قيمه الرب لما تكون عم تقطع بالدقيقه، هي طبيعه الانسان، هاي طبيعة الإنسان، أنه بينسى. مثل ما قلنا أنه المرأة تقطع بدقيقة من بعد ما تخلف بتنسى، كمان الإنسان بيقطع بدقيقة بينسى، بيكون ببركة الرب بينسى، بيكون الرب عم بيعزي بينسى، بيكون بمحضر الله بينسى بس يطلع، والرب بده إياك تنسى، الرب بده إياك تتذكر، ولازم الرب يوعينا يا جماعة. الرب لازم يوعي كنيسته، تتذكروا قبل كم شهر كنا نصارع انه تنيجع الكنيسه، نصلي يا رب تيجي تفتح الكنيسه، يا رب بدنا نكون بالكنيسه، اول شيء كنا نصارع كل احد
كنيسة، كل ثلاثة كنيسة تعب، لكن هلا صرنا عم نصلي مشتاقين تكون الكنيسة، مشتاقين تكون مكان الله، ليه؟ لأنه تذكرنا إنه في أشياء نحن كنا ناسينا أساسا. بقول مزمور 66 عدد 10: لأنك جربتنا يا الله، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلى الشبكة، جعلت ضغطاً على بطوننا، ركبت أناساً على رؤوسنا، دخلتنا في النار والماء، ثم أخرجتنا إلى الخصب. ده شو الخصب؟ شو الخصب؟ اسمار. قال الرب سمح تقطع بدقيقة، قال حسنا الناس ركبة على راسنا، قطعنا بالمال، قطعنا بظروف صعبة لدرجة إنه لا في مصاري، لا في حياة اجتماعية، لا في ما في حياة نهائيا، ضغوطات من كل ميلة، خدمات واقفة، بتحس أنت واقف بالمحل عم بتصلي بمكان السماء مسكرة، مش حاسس بحضور الله. هذا كله إحساس، كله مشاعر. بس بقول كلمة الرب، لكن بعد هدول كلها يا رب أنت أخرجتنا، قول معي أخرجتنا إلى الخصب، إلى الأسمار. الرب سيأتي بإسمار على حياتك لكي ما تكون مثمر، والرب يثمرك. طيب شو الحل يا أسيس الحل؟ أنا أفرح في التجربة، أنا أفرح في زمن الضيق. أعظم انتصار، تعرفني إلا شيء؟ اسمعني مظبوط، التجربة هي بتأثرها يا بتطولها. أنت المسؤول عنها. الدير عم تقطع فيها، انت اللي خليت تنصير سنتين مثل شعب الرب بالبرية عبر 40 سنة، وهي ما بدها 40 يوم، 40 سنة. ياما التجربة تقطع فيها، وبتكون انت من سيء لأسوأ، يكون من التجربة عم تنتصر وعم تسبح الرب وعم تعظم الرب، وانت عم تجرب الرب عم بمحصك وعم برتبك وعم بجهزك، عندك يقين وثقة انه الرب يريد ان يخرجك ويطلقك الى خصب، الى اسمار مادي واسمار روحي واسمار جسدي واسمار في كل شيء. بالتالي هذا الزمن لك ايه، نحن زماننا غير الزمن اللي عم نعيشه، نحن بزمن الرب، نحن في اجنده الرب، نحن بلاد الملكون، نحن مولودين من جديد، نحن بلاد ملك الملوك ورب الارباب، هو يهتم فينا، هو يرعانا، هو الرب عم بيربينا، الرب عم بينمينا، نحن بمرحله جديده من حياتنا مع الرب، عم نختبر امور جديده، مين فينا هذه المرحله لما اختبر حضور الله ويد الرب بقوه؟ بالوقت صدقوني اللي برا اذا انتم بتسمعوا شو عم يصير برا تبكوا. بتبكوا قد ما في ناس عم تتصل مش منع مصاري ما مع حق ربطة خبز. في اسمع من انه شخص ما يكون معه 1500 ليرة ياكل خبز، لكن عم بسمع انه في شخص 1000 ليرة لكن عم يطعم عائلته 1000 ليرة، كان في يطعم عائلته قد ايه ده كان عم بيجيب الغراض، شو الغراض كان عم بيجيبهم 1000 ليرة، شو كان بطعميهم؟ اذا ما بيطلع حق ربطة خبز، بس جيب نص ربطة خبز يعني ياكلوا خبز حاف. قدرنا عم تقطع بتيار، ونحن بعدنا عم نكب أكل، بعدنا أكل زايد عم نكبه، ولكن الرب سوف يثمرك يا جورج، ويكون رب يخصبك ماديا وإثمار روحي على حياتك، على حياة ساندا، على حياة رانيا، على حياة راندا، على حياة كل واحد فينا، على حياة هاروت وزوجته، إخصاب، يكون في خصب، يكون في إثمار، يكون في غنى، يكون في إصدار، هيدا بعد الرب، ولكن يعني احنا من آمن ومنصدق ونتمتع في التجربة. رب لي تتمتع في التجربة. أنا بتذكر دانيال لما أخذوه على جبل الأسود، تخيل ما كنت دقيقة ما فتحت المو أكثر، يعني أنت أكثر دقيقة يقول لك أنا بديت نخدك الموتك وموتك بأفشاع طريقة، تخيل مش هاتي قرأ عندك شو هالإصرار اللي عند دانيال أنه قال أنا بدي أحمد الرب وصديقنا. أجل تهديد ما تقدر يكبه، أجل تهديد أنه يا دانيال انتبه، أنت عم تعبد الرب، وإذا أنت عبدت الرب راح تموت. إحنا إذا بقينا تجارب أول شيء بنعمله وينك يا رب؟ وينك مثل ما قال داود، يا رب ليش تختفي وقت الضيق؟ ليه تختفي؟ وين بتروح؟ هيدا أكثر وقت بنحاجة لإلك. بس يا رب بدك مركز على الظروف مش مركز على الرب، أنا ما بدك ولا مرة بدك. أصلا داود حتى بالسين وقال يا رب وين بدي أهرب من وجهك؟ إذا طلعت على السماء أنت هونيك، إذا طلعت على الأرض، إذا طلعت على أعماق البحار، إذا طلعت على الهاوي يا رب حتى أنت هونيك يا رب. أنت في كل مكان، تبقى الكل في الكل. فدانيال كان تهديد واضح، اليوم عندنا تهديد معلوم النفوس.
وعندي منكم شو انتوا عم تعملوا؟ لك كورونا عم تشتري حد ثاني، لك كنت اقتصادي شو بتعملوا؟ فرجيني شغلك واقف يا رانيا، شغلك واقف يا جورج، دي اقتصادية ما ممكن، حتى إذا مش شغلك، الدولار ب 4000، شو بدي أعمل؟ معاشك صار $100 يعني. يعني معاشك بقيمة $100 أو $200 الماكسيموم إذا كنت بتقبض، واو. قديش صعبة. وبحكيك منطق وحق، مثل ما كنت ممكن كان عم يهوس أنا دانيال، شو اللي عم تستفيد من قاعد عم بتصلي تفتح الطاقة وبتصلي لإلهك؟ طب ما أنت عايش بأسر الملك، عايش بالخير والبركة. كم كنت تاكل أحلى أكل؟ شو الله رح يزعل منك؟ لكن كل يوم لما كان عند الملك سمع القرار وطلع على غرفة فتح الشباك بعد يسبح الرب. نصيحة مني هذا وقت سبح الرب. عباد الرب. أجا قال له رح ياخذك يا دانيال، حكم الملك عليك بالقعدين وجوع الأسودة بدون يكلوك. تخيل إذا صاحب بخبرك خبرية هلا بترتجف. مش عم حتى عن حلم تاني بترتجف. فكيف دانيال رايح عم يتمشى مع العسكر عم ياخذوه ومربطينه ودنيا عدموه؟ أنا أكيد دانيال لو شك مرة كان كتب مثل ما كتب كان سمح لك أن يكتب مثل ما كتب داود أو مثل ما كتب عن بطرس. راح على جبل الأسود ونزل على جبل الأسود ونزل وتقابل مع الأسود وأجى الرب سكر أفواه الأسود ودانيال قضى الليلة نايم على الأسود. كان أحلى فرشة. نايم على الأسود مرتاح. في أكثر من هيك دقيقة؟ طب إذا فتت جبل الأسود ما يكون في أسود، الجبل حلو هذا المكان قاعد فيه. طب إذا صار حتى 15 في الكهرباء تجي حالة كريز دقيقة تحاول تديك خلطة مع شبيرة. مكان صغير حتى في أسود أنت حطوك وسكروا حجر عليك وطلعوا سجان عنك. انت قاعد نايم الرب عم بينفخ لك بيعطيك اوكسجين، الرب سكر لك تم الاسود، الرب عم بيهتم فيك، قضى ليله احلى ليله في حضور الله. هل هذا العهد اللي احنا عم نقطع فيه العهد مش عهد القوي؟ عهد يسوع المسيح. ما في عهد قوي الا في يسوع المسيح، هو القوي الوحيد. امين. هذا الوقت قادر انه انت تكون بتتمتع بحضور الله، تسبح الرب، تقول لي في كورونا بقول لك اسبح الرب، اقتصاديه ما في شغل، سبح الرب، افرح بالرب. تمسك بالرب، احتضن يقول يا رب انا بدي يا رب فوت لبحضرك تكون تحت جناحيك يا رب. ورب بسكر افواه كورونا وافواه الاقتصاديه مثل ما سكر افواه الاسود، والرب يهتم فيه. في وسط الضيق، في وسط القحط، الله يباركك ويوسع تخومك. اشعياء 14:49 وقالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسيني. صهيون كنيسة الرب، شعب الرب، شعب الرب، هذا حالنا اليوم. بتقول وقالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسيني. هل نسيك الرب؟ هل سيدك تركك؟ هذا اللي صار حالك اليوم؟ لا. لكن قول هل ترسل المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساه؟ هو ذا على قفر نقشتك، أسوارك أمامي دائما. قال شعب الرب أن الرب تركنا ونسينا، والرب يجاوب الشعب يقول لهم هل كان سؤال هل المرأة تنسى رضيعها؟ لا. قال حتى المرأة ممكن تنسى أو تتأخر ويقول لها أنساكم. قال نقشتك على كفي، اسمك مكتوب على كفي وأسرارك أمامي، أنا مسيش حول منك، حميك حميك، أنا مسيش حول منك. احنا بدا الوقت عن جد نكون يعني نحن بدا الوقت رافعين إيماننا بهذا الوقت الصعب. أنا بحاجة نرفع الإيمان، بحاجة إنه ما نفكر كل ما تجي أفكار سلبية تغلب باسم يسوع، كل ما تجي أفكار ضد معرفة الرب، ضد عمل الرب، ضد رحمة الرب، ضد عمليات الرب، آمن إنه الرب بده يستخدمك في هذا الزمن، في زمن الضيقات وزمن استخدام لإلك، زمن إطلاق لإلك، زمن ارتفاع لإلك، زمن تحرير لإلك. الرب عم بينقي، قال محصتني، امتحنتني، أدخلتك إلى النار، ولكن أنت معي يا رب. الرب عم بينقيك. رب عم بيقطع قيود بحياتك، رب عم بيخدك لأرض جديدة وأفكار جديدة وإيمان جديد ومستوى جديد بالإيمان. وصدقوني الوقت اللي نحن فيه هلأ لا كلمة عقائد اللي قطعنا فيها،
صرنا نعرف قيمة كل شغلة. بالوقت اللي كنا نحن عن جد عايشين ببطل مش طبيعي. ما في شيء عجبنا. لا وضع البلد ولا وضع الاقتصاد ولا وضع السياسي ولا وضع الاكل ولا وضع الكنيسة ولا وضع الروحي، ما في شيء عجبه الانسان. لكن خلاص صرنا نعرف انه واو قد ايه كان عندنا امور فقدناها. طبعا بعرفنا قيمة النفس اللي عم نتنفسه يا جماعة. قيمة المشوار اللي كنا نروحه. قيمة الشوبينج اللي كنا نعمله. كل هذا هلا توقف. انه الرب سمح انه الشعب بيقطع لك رح يجي نهار. هذا النهار قدير انا بقول اليوم الرب يقطع كل قيود عن شعبه وكل نير باسم يسوع. لن نكون مستعبدين بل نكون بالارتفاع من مجد الى مجد ومن قوه الى قوه باسم يسوع. الرب شايف زرعك والرب ما رح يسمح انه انت يعني تموت مريض او انت ما يكون معك مصاري او انت تكون محتاج. الرب واحد بده يسدد احتياجاتك بحسب اللي في المجد. ولكن الرب بدك تعرف قيمه هيدا البركه، تعرف قيمه الشركه، قيمه العلاقه معه، تعرف انه هو موجود في كل وقت. تختبر ايده باسم يسوع والرب يخصبك وتكون مثمر باسم الرب يسوع. تكون مصر. اهم شيء تسمع. لانه عدنا احنا الاشهر والسنين ما في سمر. صار الكنيسه روتين، حياتنا روتين، كل شيء بنعمله روتين، والرب بده يكسر هذا الروتين. ما كان في يكسر هذا الروتين لما ندخل في هيدي الترجمه. ندخل في هيدي الترجمه تنعرف قيمه كل شيء. ونقدم من كل شيء من قلبنا. من اموالنا، من حياتنا، من مواهبنا، من وقتنا، من كل تفاصيلنا نقدم من حياتنا. انا ما بعرف في شيء حزين ايش تربيه غير يكون عم نعيش لملكوت الله. ما في شيء. ما في بقى تفكر بالمستقبل، فيك تفكر بالمستقبل ابدا. هو انه احنا نكون مع الله في كل وقت. امين؟ امين.